ياجسر استاذ ياجسر جسم ما هو استاذ بتشوف انت اللي داشم ولا ما تدري الجسر هنا انا كان حتى السخابره وجماعتي قالوا الجسر ما هو يعني شنو ادري دافتن بعربانه استغفر الله يا ربي يعني هسه حتى جماعتي خبروني قلت لهم وين من هالكربله قالوا احنا الجسر اللي مسيب اجوني خبروني قال لا الجسر ما هو بس معقوله الجسر ايش وده يعني شي باق عفريت اجى من الجن اخذه قال عفريت من الجن خلفتين لا اله الا الله محمد رسول الله ما ادري والله استاذ اقول لك جسر مسيب ما هو عمي قعدنا الصبح لا لقينا جسر ولا ابدا ولا هم يحزنون الجسر وين راح ما حد يعرف الجسر وين ضاع الله اكبر وين راح الجسر وهذا يعتبر اقدم جسر بقضاء المسيب عمي زين وين نروح وين نطوجوهنا لا جسر لا شيلمان باقي شيء جزء قليل هسه نريد نعرف وين راح الجسر اين ذهب الجسر جسر المسيب الذي يشهد له التاريخ نقعد الصبح ما نلقى الجسر وين صار لك الشط ناشف لبالك انا مصدوم 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 ابو حسين مصدوم معقوله جسر المسيب اللي انشا عام 1936 لو 38 على يد الانجليز هذا يتفلش معقوله والله ما مصدق والله ما مصدق الله اكبر نعم والله انا قاعد الصبح بالمحل مالتي انا على باب الله سمعت ضجه كلش قويه شو ناس تركض وناس هوسه الله اكبر طلعت ركض رحنا انا قريب على الجسر ومن نروح لان الجسر لان الجسر ما هو منهار باقيات بس الشيرمانات ويا حافظ يا ستار صرنا كلنا برعب قلنا هذا معناته يوم القيامه هاي شو الجسر شو وقعه شو ينهار ويا حافظ يا ستار والله يحفظنا ويستر عليكم ان شاء الله وعلى اهل المسيب تقول هاي شنو الجسر المسيب ما هو؟ يعني قصدك الجسر القديم؟ لا مفتهمين غلط هذا الجسر احنا نسمع قبل اكثر من سنه عليه اعمار الحمد لله والشكر قبل اسبوعين ثلاثه بلشوا بالاعمار احنا تريد الصدق ما صدقنا الحكومه ما يطلع من عندها خير ماكو اعمار لو ترميم وبوق لو ماكو اعمار فجاه نمنا قعدنا شو الجسر ما هو جسر طابقين صلوات على محمد مخاف يحسدونا عمي لازم نصلى على النبي وذيك الاناره الحلوه وذاك الجسر اللي يخبل اللي ماكو منه بالخارج ما صدقون تعالوا مش اخذكم اشوفكم شنو ماكو اعمار حكومه تشتغلهم والله عليها جسر طابقين ومرتب واحلى من ذاك الجسر اللي ما لقيناه اصلا وين راح ما ندري وعليكم السلام